السلام عليكم. هل سألتم أنفسكم ذات يوم ما هي اللغات التي كان يتحدث بها الأنبياء عليهم السلام؟ لنعرف الإجابة تابعوا معنا لنبدأ. آدم عليه السلام كان في الجنة يتحدث العربية، ولكن عندما نزل إلى الأرض تحدث السريانية. سيدنا إدريس عليه السلام كان قد تحدث باللغة السريانية. شيث عليه السلام ابن سيدنا آدم فإنه أيضا تحدث اللغة السريانية. نوح عليه السلام أيضا اللغة السريانية. أما سيدنا هود عليه السلام فإنه تحدث اللغة العربية. سيدنا صالح عليه السلام الذي كانت معجزته الناقة أيضا اللغة العربية. أما أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام فإنه قد تحدث لغتين، وهما العبرية والسريانية. سيدنا لوط عليه السلام كان يتحدث لغتين، العربية والسريانية. إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام فإنه أيضا تحدث اللغة العربية. سيدنا يعقوب وأبيه إسحاق عليهما السلام أيضا تحدث لغات أبيهم إبراهيم عليه السلام، اللغة السريانية والعبرية. أما سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام فإنه تحدث اللغة العبرية والسريانية. أما سيدنا موسى وأخيه سيدنا هارون عليهما السلام كانوا تحدث اللغة القبطية. سيدنا يونس عليه السلام ذو النون وسيدنا داود وسيدنا عيسى عليهما السلام فإنه قد تحدث اللغة الآرامية. أما خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله وحبيب الله وحبيبنا أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد تحدث لغة أهل الجنة، اللغة العربية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.